مشرب شيشي اشرب ازوزان. سي عجماوي. لا عجماوي حافي واطيه. حقك عليا حقك عليا يا سيدي وتاج راسي. وحشتني يا سي عجماوي، وحشني كف ايدك على صداغي يا اخويا. وانت كمان وحشتيني يا نانا. امبارح جلست افكر وافكر في الكلام اللي قلته لي على التليفون. اه يا اخويا، حتى انتبهتني حاله من الشك والريبه. ايوه، ابتدى الميكي ماوس يخش جوه قلبي. لا يا اخويا لا، كل الميكي ماوس يا اخويا ده انا نوره يا سي عجماوي، نوره حب العمر كله يا اخويا، نوره اللي شربت اول سيجاره بانجو في حياتها على ايدك، نورة اللي شربت أول إزازة بيرة على الريق معاك. وأنت كمان يا نانا، أنت كمان نسيتي. نسيتي؟ لا نسيتي يا نانا صليبة الصغير اللي كنا بنضربه مع بعض، وفضلنا مع بعض أنا وأنت في رحلة الحب دي لحد ما كبروا بقى أبو صليبة، وبقينا نضربهم هما الاتنين ونهيم في الصحراء حبا. أيوه يا أخويا، هي دي أيام تتنسي يا غالي؟ لا نانا، جيتيلي من الحتة الحساسة جوه قلبي، جيتيلي من زخنوق قلبي. انت الوحيده نانا اللي معاك الممبر شيب بتاعي. ممبر شيبس تخليت فيها ممبر شيبس بقى عشان كده حذف نفسيتي بعد العمر ده كله تشك فيا. عمال اسلك في الراجل وهو ولا دريان، اشي ساعات واشي ولعت ذهب وصيغه غير الفكه اللي في جيب الجاكيت، وقلت يعني النص بالنص لو تأذاني. اه يا بنت القرود، اردف جبليتك يا كبيري. ايه ده؟ ايه ده بنت؟ سلامة الشوف يا عناي، سلاح. ما انا عارف انه سلاح، بس ان يكون الراجل تاجر سلاح. انت ناوي على ايه يا نقطة؟ يا لهوي الحقني يا اخويا كان هيفجرني. اتفضلي يا حضرة الظابط، قبض على الإرهابي ده وأعوانه. أعوانه مين يا جدع؟ أنت شايف ناس تانية؟ يا عم أنا أقتل أزرق أنظر، إنما نفر إرهابي مش هسيبك وهتعرفي كمان يا جماوي يا نانا، مش هسيبك يا نانا. أيوة صح، هو نفر إرهابي. مش هسيبك يا أبو مش إيه رأيك فيا؟ ده عظيم.